طبعا مجننتوا حبيبة القلب، بتعرفي لولا العيب والحياة كنت خفيت على الأنظار وما خليت الجني الأزرق يعرف له هالطريق. بس شو بدي ساوي؟ عشقانة. يعني سمعته صحيح، شو بدي أعرف؟ أخ معناتها ورطناه للزلمة. عمو هلأ أنت روحي وخليني شوف شو قصته نورس هذا. شكرا عمو، ممنونتك. شولا كيفك؟ اهلا اهلا. شو خلصت من ست الحسن؟ من زمان. خلصت وبلاتنا. شو قصدك؟ شوف كيفك توصل لي الرساله باي طريقه بتلاقيها مناسبه، واذا ما بتعرف وينها انا رح اعطيك عنوانها. يلي عرفته انها سافرت. برافو عليك يا شاطر. بتقلا تبعد عن ابي ولا قسما بالله شقة نصين. خلي بالك انا ما دخلني. كيف ما دخلك؟ مو مرتك؟ وطلقنا. قصدك طلقتك؟ نفس النتيجة. لك يخرب بيتك، شو جلدك سميك وما عندك ذرة كرامة. مثل ما قلت لك بتوصل لها رسالة، ولا لساتك بتخاف منها؟ واطي، انت واحد واطي. شبك؟ شو صاير؟ ولا شيء، واحدة جربوعة مفكرة حالها نجمة. ست مرته القديمة لافة على عمك ابو خضر. ايه يعني دخيلك وين المشكلة؟ شو رح تعمله؟ خايفة علي؟ ايه خايفة، هي وحدة قادرة، والرجال بهالعمر بيكون مخهم طائق. عن اذنك